في برازيل شحال نبنوا لعبات الغافلين قبلك وقبلين التي يا رايح وين مسافر توحدة فودال خبرني شو حاسس بعد هالحفل الرائع اللي عملت. اولا بعدا مساء الخير عليكم، انا فرحان باللي نكون معكم حاضر هنا في الاكسبو 2020. احساس انا كان عندي عندنا زائره بنتي جبتها من مراكش باش تحضر معايا باش تشوفني نغني. طلعت معك على المسرح؟ طلعت معايا على المسرح وفرحانه وكتشجع باباها. وبغيت نقول لكم باللي كنت فرحان باللي نتلاقى بالجمهور ديال دبي وفوت واحد الوقت يعني تري بيان، جو سوي تري كونتون تري زورو. والله يحفظكم والله يحفظ دبي ان شاء الله. والجمهور نتاعي كان معايا رائع، صافي بليزير. عبد القادر وعلى الرايح، يعني هاي الاغاني لها زمان بس ما بتموت، ولعت المسرح. شو سرها فودال اغاني مثل هيك ليه ما بتموت برايك؟ في الصراحه انا كنت نغني هاد عبد القادر يا ابو علام كانت عندي 8 سنين، دابا عندي 43. ما فهمتش هاد الاغنيه ولات عالميه والحمد لله يا ربي، وكاع الجمهور كيبغيها يموت عليها. سا في بليزير. درنا مع خالد صاحبي وخويا ومع رشيد طه الله يرحمه، كانت عندي 20 عام والحمد لله يا ربي ونجحت ودروك في العالم العالمي. دونك شو تري كونتون دو لا بروبوزي هنا في دبي اكسبو 2020. شخص مثلك، فنان مثلك، كثير متنوع الثقافات، يعني بين الجزائري الفرنسي والمغربي اللي انت بتنتمي لهم ثلاثتهم، قد اليوم بتحرص انه بكل اغانيك بكل الفن اللي عم تنشره يكون هالتنوع ويكون الجمهور عن جد كمان متنوع الثقافات؟ شوفي للفنان خصو يجمع كل شيء. الفنان انا عندي زهر للفن داني في العالم، وعندي موسيقيين الفرقة مغاربة جزائريين نصارى، عندي كلش معايا والحمد لله يا ربي. هذه هي الفرصة ديال الموسيقى. فودال كان عندك دويتو مع محمد عساف، عندك تعاملات كتير مع ريدوان، عندك كتير مشاريع كانت ناجحة جدا عالمية، اليوم شو عم بتحضر؟ اليوم أنا نسجل ألبوم جديد إن شاء الله مع واحد لبناني، غنخلي لكم مفاجأة. لبناني جو بونس غادي يجي هنا ليكسبو 2020، وصاحبي ولا شريكي وجدنا واحد الأغنية يا ربي إن شاء الله تعجبكم، تبكي والراي شوية. كومبينيشن تبكي مع الراي. تلقب بأمير الراي الصغير، كبرت بالعمر وبعدك أمير الراي الصغير، قد ايه بيعني لك هلا؟ أنا ديما كل شيء تيعيط لي الأمير الصغير، معليش با بروبليم. فودال نورتنا وشكرا لك. شكرا انا عليكم، شكرا ميرسي اكسبو 2020، وشكرا عليك، شكرا اللي جيتوا السهره، شكرا باي.